صراحة نشكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارجة على إتاحتهم الفرصة لنا أن نعرض مشروع تخرجنا في برنامج الدبلوم المهني للاتصال الحكومي الاستراتيجي عن مشروع الحملة اللي اسمها الروبوت الإعلامي والذكاء الاصطناعي. هاي الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور عن أهمية الروبوت الإعلامي والتعريف بأهم مميزاته. من أهم المميزات الروبوت هذا أنه يحرر الأخبار، يترجم الأخبار، يساعد المصورين في الإنتاج. هاي من أهم مميزات الروبوت. طبعا قمنا بإعداد حملات تسويقية أو دراسة المشروع هذا لإعداد بعض الملصقات الترويجية لهذه الحملة، وإن شاء الله اليوم نتمنى أن الجهات المعنية مثل المكاتب الإعلامية في الدولة أنهم يتبنون هاي الفكرة، أن يطبقونها في أرض الواقع، وأن يتبنون هاي الفكرة إن شاء الله. ونشكر المكتب الإعلامي مرة ثانية على إتاحتهم الفرصة لنا أن نشارك اليوم في هذا المنتدى من خلال منصة باحثون.